إذن هذه الاتفاقية المهمة اللي تم توقيع عليها من طرف عدد من الوزراء بحضور السيد رئيس الحكومة والولات ديال الجهتين والرؤساء الجهات هي مهمة لأنها كتعطي واحد الدعم مباشر وآني الساكنة للدرات من هذه الحرائق هذو. بالنسبة لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الدعم يتلخص في أنه غادي نعطيه 1000 منصب شغل في إطار برنامج أوراش اللي هي أوراش مؤقتة للعائلات وذويهم من ضحايا هاد الحرائق باش نعاونوهم باش يعاودوا يديروا التشجير ويديروا واحد العدد ديال الأنشطة في إطار أوراش محددة المدة بشكل آني إن شاء الله، على أن يعهد التدبير بطبيعة الحال ديال هاد الأوراش إلى المجالس وإلى اللجان الإقليمية كيف ما كتعرفوا حسب ما كاين في برنامج أوراش. ونتمنى أن هاد الدعم يخفف من الآثار والحدة على هاد العائلات وذويهم بطبيعة الحال اللي كنضمنوا معهم في هاد الأوضاع الصعبة، ونتمنى من الله تفوت في أقرب وقت إن شاء الله.